اسمه محمد هيمة الطرابلسي. بيانتو في شهر أوت الجاي نعمل 43 سنة. صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، نقرب له بصيفتي ولد ناصر طرابلسي، خو ليلى بن علي، ليلى طرابلسي بن علي. كنت مقرب جدا لعمتي. بشوية بشوية عملت شركة متاع امبور اكسبور، بديت بشركة متاع امبور اكسبور. الحق الناشاط متاعها كان ما شبه منعدم، خلنا نخدمه في البنانة. البنانة بصيفته كان معناها برخص تراخيص تعطيهم الدولة كل عام قبل شهر رمضان، وقتها عملتها تحرر. السيد هذا أنا وياه مشينا كرينا فريقوات وسيطرنا براتيكمو على تجارة البنان. كي نسمعوا بحد مثلا جايب هو بنان ونحن جايبين بنان، نعطلوه هو نخليه بابورو في الريد، فهمتني؟ وإلا نحطوه في كي بعيدة فين الماكينة المكسرة حتى اللي نخرجوا نحن كمينة. ونحن مثلا كانت الديوانية اللي تخدم معانا تكرس نفسها كان على البابور متاعنا. مثلا نقول له أنا عندنا 30,000 كردونة، يلزم خذينا 100,000 كردونة، يلزم نخرجوا 30,000 كردونة كل يوم في ظرف 3 أيام نكملوه. الديوانة الكل معناها تخدم كان على الشيء هذا، يعطلوا مصالح برشا من الناس، تقف الأمور الكل، ونخرجوا كان سلعتنا نحن قبل الناس كل. صار ترافيك متاع بنان ساعات معناها كي تلقى معناها فرصة باش على 200,000 كردونة باش تهرب 20,000 كردونة بليش، كنا نعملوه. ساعات بالنسبة لأربعة ديوانية مع بعضهم نعطيهم 30,000 دينار، نعطيهم 20,000 دينار. ساعات كي تبدا الكونتينر مثلا ولا السلعة ما فيهاش ربح ياخذوا كل واحد 1000 دينار 1000 دينار، هما بيدهم يحسبوا. بالنسبة للموظفين الدولة هذوما ناس عندهم كي البورصة. اليوم الكوتا بتاع فلان طالع أكثر من الناس كل. اليوم مثلا كي جاي صخر الماتري، صخر الماتري الرئيس يحبه مقرب وراجل بنته المحبوبة واللي تحب انتي. ما ثم واحد مثلا يجي يقول صخر الماتري هذه ليه ولا ما نقضي لك شوتين، هما يكلموه الصباح، فهمتني؟ وهما كان لازم يبعثوا له مشاريع، وهما كان لازم يبعثوا له ناس اللي هي حاجته. اما ثم ناس يكون عنده تعطيلات ولا عنده نقص تمويل ولا عنده مشكله، يجيك من الاول يحلك في الجنه ذراع، يا خويا يخدم معايا وانا ادرى شنو، وانا اخوك، وانا اللي تفصل انت وتخيط انا نلبس وانا ادرى شنو. بعد ما صارت الثوره واحد ولات الناس طامعه، يقول لك فلوس مصادره ونضرب باي، فهمتني؟ ولا ضغطوا علينا وفكونا بالسيف وخذا لي بالسيف. بون صارت راهو مشاكل، ثم ديكا صارت، ما نقولكش ما صارت ديكا. ثم شكون تلقاه مثلا مشروع الفلاني حلت له في عين. دونك نعتذر معناها من قلبي، وماذا بيا معناها هذه صفحه ونطويوها ونرجعوا معناها الناس كلها. وانا كانسان باش ما نتفصلش من المسؤولية، فما حاجات عملتهم بتاتر عن جهل، فما حاجات عملتهم بداعي الغرور، فما حاجات أخرين عملتهم بالإغراء. خاطر فما ناس زادة راهو تغريك، كيف قلت لك يجيك ويجي نعملوا هكا وباش نصوروا راهو درا شو، غدوة يجبد روحه هو ويخليك أنت في الواجهة. جيون فران للوا في حاجات، فهمتني؟ كلنا بشر وكلنا خطأ، وخير الخطايا نتوابوا. طولت الحكاية، ماذا بي الواحد معناه يتعامل كمواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية وعنده باسبور تونسي وتولد في الأرض هذه زاد. ولكن اللي طالبه أنا بصدق معناه أني نتعامل معناه على أساس العدل والمساواة. يا خويا هاني غلطت وهاني استعرفت، ونعتذر لكافة أطياف الشعب التونسي، ونعتذر حتى كان الحد مثلا اللي أنا أخطأت في حقه واللي هو مثلا يحب يواجهني ولا يحب نعوض له بطريقة ما فيها بيس. أبريتو هذه فرصة باش الواحد ينظف روحه.